أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما صحة وما معنى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياما للصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. نعم، الحديث صحيح وله شواهد كثيرة، ومعنى الآية واضح، ما هم معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناها أن الإنسان لا ينظر للناس ويقول كل الناس على هذا الشيء ويترك ويقع في المعصية والمخالفة اقتداء بالناس، بل يمسك نفسه ولو خالفه الناس، يمسك نفسه على الطاعة وعلى الأجر ويدع عنه العام. عليكم أنفسكم، يعني إلزموا طاعة الله ولا تتجاروا مع أهل المعاصي، تقولون الناس كلهم على هذا وأنا مالي قدرة على هذا، كما يتعلل به بعض الجهلة أو البطالين. لا، وطن نفسك على أن الناس إذا عصوا الله فلا تعصي الله معهم، وإذا أطاعوا الله فأطع الله معهم، وطن نفسك على هذا. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا قائم إلى أن تقوم الساعة، لا بد منه، لكنه حسب الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا نظام ماشي إلى يوم القيامة، درجات، ما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو فسد الناس، ولو على الأقل تنكر بقلبك وتعتزل المنكر وأهل المنكر، فهذا الشيء. ومعنى الآية شيء آخر، ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فهذا صحيح، وهذا أمر واقع، وأنه سيكون فتن وسيكون انحراف وسيكون ما يكون من ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبرنا عن ذلك من أجل أن نستعد له، وأن نوطن أنفسنا على الثبات على الحق والصبر عليه، ولو نالنا ما نالنا من الأذى نصبر على هذا، ولو كنا غربا ما معنى أحد نصبر على هذا، ولو كنا غربا حتى يأتي الله بأمر. نعم.